حس بيا يحس بيك ربنا، حس بيا حس بيا يحس بيك ربنا. وانا مين يحس بيا؟ ها؟ انا مين يحس بيا؟ انا احنا اتخان زي بعض، لازم نحس ببعض زي بعض. ما تقولش زي بعض. الله الله الله. ما تقول انا لا يمكن هبقى زيك. ها؟ انت فاهم ولا لا؟ انا لا يمكن هبقى زيك. وانت الطول تبقى زيي. حس بيا يحس بيك ربنا. جعان حس بيا، ده احنا اتخان زي بعض. لا لا اوعى اوعى. لا 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 انا جيت لك علشان انا عارف ان انت اكتر واحد هتبقى مبسوط وانت شايفني وانا بتعذب. انا مش عايز اكل تاني ومش عايز اصعب عليك. انا جاي لك بكل اراده وتصميم. انا خلاص نويت نويت. الشنطه اللي معاك دي فيها ايه؟ هدوم. فتشها. رنجة. دي رنجة دايت. اسمع، من الساعة دي لا، من اللحظة دي وبمزاجك أو غصب عنك هتموت من الجوع. مجدي مجدي اصحى اصحى. ايه في ايه؟ أدري الفطار الفطار. شكرين قوي. ايه ده؟ ايه ده؟ زيتونتين؟ قول له زيتونه واحده بس. على لا تتكرر تاني. انزل. أنا مش جعان. يا
اخواني الاعزاء، من زمان وانا بحط فلوس كتير جدا في الوسط الثقافي ده بحكم اني راجل مثقف جدا وبحب الثقافة والمثقفين جدا جدا. ومن اول يوم عرف عليا فيه صديقي واخويا مجدي مشروع المجلة وانا انبهرت، صرفت كتير بس قلت يا رب يكمل، قصدي يكمل المشروع يعني. ودلوقتي اقدم لكم اخويا وصديقي الفنان الكاريكاتير الكبير مجدي مكاوي. اصدقائي الاعزاء اهلا بيكم ومساء الخير. سيتم بدء الاعلان عن توزيع مجله ميجو بعد قليل ان شاء الله. مش معقول، مش معقول مجدي ده هيفضل طول عمره تخين كده. مين حضرتك؟ انا وجدي ابو تريكه ابن خالته على طول. بجد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بس انا ما شفتكش مع مجدي قبل كده. ما انا اصلي عايش في استراليا بقالي كتير. اوكي اهلا وسهلا. اهلا بيك. ومجدي كان عندنا بقاله فتره، بقاله سنه عندنا. عشان كده كان مختفي الفتره اللي فاتت. كان عندنا. انا دينا. اهلا وسهلا. ودي عمتي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك. ايه ده انت دينا؟ انت تعرفي مجدي؟ هو حكى لك عني؟ هي يعني حكالي بس ما كنتش ولا بلاش بلاش. ايه؟ لا بلاش بلاش. لا بليز قولي، قال لك كلام وحش؟ هي هو كل الكلام الوحش كان على طبيخ عمتك. ايه؟ يعني حد يحط بيضه واحده على البشاميل؟ بيحطي بالطين. معلش معلش معلش. وانت تصدق برضو كلام الخرتيت ده؟ انا مش فاهمه انت بتحبي فيه ايه؟ ايه ده انت بتحبيه فعلا؟ حتى وهو بالمنظر ده كده؟ هو كمان حكى لي وقال لي ان هو بيحبك. بجد؟ بس مش عارف على ايه. يا ساتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كرم؟ ايه اللي جابك يا كرم؟ الاستاذ مجدي بعت لي دعوه ورسم عليها صورتي. يلا ربنا يهديه. ازيك يا حاج كرم؟ انت تعرفه؟ ربنا يسامحك بقى على اللي انت كنت بتعمله وانت صغير. مجدي حكالي برضه. بعد اذنكم. برضه.